الحين عند مطعم ويلز، وهذا مطعم محمد رمضان، لا مو محمد رمضان معليش محمد عدنان، واليوم الافتتاح وراح نروح نسوي لكم فعاليات ونشوف ونجرب الاكل زي ما سوينا بمقطع ناجي القاخ. اللي ما تابع يروح يشوفه، انسى لايك واشتراك، هي فعاليات وشغل. الحين مسوي ريفيو مع اخو محمد رمضان، محمد عدنان. يا عم ايش في محمد رمضان؟ هلا كيفك؟ كيف حالك؟ شو عنك؟ اخبارك؟ اخر مره شفتك بحق السينما تذكر؟ زمان. ايوه المكان اسوي سلسله الاحضان. كيف حالك؟ والله الحمد لله. طيب والله تمام. الله يسعدك. قاعد اصور مقطع الحين، نبغى نسوي ريفيو للمطعم. ايش تبغى تقول لهم؟ خليك صادق بس. هنا هاي الكام انت خليك حيكون صادق معاكم صح؟ طيب تتوقع ايش بتبيعوا؟ اشرح للناس اللي اول مره تعرف وايد. احنا هم بنبيع برجرز انواع مختلفه. اوكي. وفي عندنا رابس. اوكي. في عندنا اشياء خفايف ستارترز كاسيتيه واشياء حلوه. حلو حلو. منيو مش كبير، صغير محسوب صح ملعوب صح. يا سلام. فجرب و... طيب ايش انا انصحك تجرب؟ انا التوب سيلر عندنا الوايليز بان. وايليز بان. اوكي. الوايليز تشيكن. اوكي. تمام. اضمنتك لانه انت اليوم ما تقدر تاكل منيو كامل حبيبي. والله اجرب هذول. اسمع انا ما اكل شيء، والله انا جاهز اكل منيو كامل. روح على الوايلز بان وايلز تشيكن وصدال فيك مساحه وروح للباقي. خلاص. يا اخي سويت سلسله احضن 100 مشهور. بديت مع ابو فله. واخر واحد كان مستر بيست وكريستيانو رونالدو. اوكي. حضنتهم ولا لسه؟ ايوه حضنتهم مستر بيست وكريستيانو. ايوه جاء الرياض. والله صورت معاهم مقطع في قناتهم. فهمت؟ فهذا تسريب المقطع الجاي. مين كان اصعب، مستر بيست ولا كريستيانو؟ عشان تعرفوا الجواب حق عز عدنان، مين اصعب كريستيانو ولا مستر بيست؟ لا تنسى تحط اشتراك وتحط لايك وتتابع المقطع للنهايه عشان تعرف مين، وراح ينزل مقطع كامل في المقطع باليوتيوب حضنت مستر بيست. فلا تنسى تسوي اشتراك وتفعل جرس التنبيهات. مين احلى حضن في 100 مشهور؟ أكيد أفضل. عشان الكرش يعني ولا لا؟ لا الكرش. أكيد أفضل حبيبي. عادين نقيس بدنا نعرف كم الماكسيموم أو المينيموم اللي فيه الجائزة. طب خليني أشوف كم طلعت. شو رأيك تشوف؟ طيب الحين راح ندخل تحدي وححاول أجيب أقوى ريكورد أكسر الكورة. فخلينا نصور هذا. شباب معلش على الحوسة، هذا فلوق عفوي مرة. قول والله حلو ولا لا؟ والله حلو. انت حابب باب من ابواب الجنه؟ حابب اسمك؟ اكيد باب من ابواب الجنه يدخل الصايمون. كنت جاي اسالك تدخلون. ايوه الحين راح اوريكم اقوى شوطه في التاريخ. كريستيانو رونالدو جاب 500 بالضبط، انا راح اجيب 520. وبسم الله. من قوة الضربة ما طلع الرقم بس فزت. اوكي زي ما تعرفوا في مقطع نزلته اني صرت فيه ممثل في السعودية، واليوم مع الممثل الرائع. كيف حالك؟ هلا وسهلا. يا هلا والله. كيف حالك؟ طيب انا ممثل ومثلت بكل العالم، ما خليت مكان ولا مثلت فيه. اوكي بس يعني بدك تمثل؟ انا ابغى اصير ممثل صراحة. تستمر يعني؟ اي أيوة والله ابغى اصير ممثل. ممثل شفت ويل سميث؟ ابغى اتعدس عليه. تعدى ويل سميث؟ ايوه. اوكي ما دام انت عندك المنتاليتي تبع التمثيل وجاهز بدك توصل ل المخرج غير المخرج. الكاست دايركتور؟ الكاست دايركتور بدك تكون مركز معاهم تشوف وين في ادوار ممكن في دور ما يناسبك انت. صح والله يعطيك العافية. والله شكرا. شباب ريان شديد. ريان شديد انا معصب حماوي. والنعم والله. شباب راح تشوف باذن الله فيلم بكسر الدنيا ان شاء الله. يعطيك العافية حبيبي. حبيبي ريان. طيب هلا والله. كيف هلا والله حبيبي. شوف انا عندي الكفر هذا. نعم. زي ما تشوف انا هنا مع ششتري. ايش رايك نصير انا وياك هنا؟ اتوقع هذا الكفر يتغير ولا بس كذا؟ هذا الكفر جايبه من الرياض من الصين. تمام. هنا اقدر احط اي صورة، فاي واحد من المتابعين بيجي ومسوي اشتراك بنحط صورته هنا. اوكي صورنا. شوف كيف حغير الصوره. سحر بس بالجوال. هذه الصوره صورناها. والله طالع حلو. طالع نار. ايوه الحين الصوره تتغير. شوف يا عفو الله. شو شو لا الصوره. شوف شوف شوف. لا والله وصلنا وياك هنا. اي دن يا اجى ايرور. اجى ايرور. بس دقيقه شباب دقيقه نعيد. اوكي المفروض الحين تضبط. يلا يلا. اوكي الحين محاوله ثانيه. كنت مطفي البلوتوث. لا يا الله. شوف شوف شوف. يا رب ما يخرب. يا الله ليش يخرب يا حبيبي؟ من كثر ما انه الصوره حلوه. الصوره نار اقسم بالله. وبس والله يعني انه يمدينا نغيرها. ثلاثة انتوا تهيوا ثلاثة. طيب ايش اسميكم؟ سكواد. صار سكواد. هلا والله. تصور انت كمان. شوف مسوي سبسكرايب. شاب والله اي واحد هو مسوي سبسكرايب راحت عليه. ايش اسمك؟ ريان. ريان انت سمي؟ انا ريان. ريان وريان. انت محمود. انت مين؟ احمد. انت اشتركوا في القناه وحطوا لايك واشتراك. اشتركوا في قناه ريان. اشتركوا في قناه ريان. اشتركوا في القناه هسه. والله انت كفو. زكريا. بعرف لك واحد حضن 100 مشهور. 100 مشهور. مين؟ يا رعيت. هلا حبيبي.
سلام عليكم. والله أكس... يا حبيبي ايش في؟ مش حاضر 100 مشهور؟ طيب هاي صرت انا حاضر 101 جدا. مش حاضر 100 تدري ان اول مره واحد يحضني وينزل زكي؟ اي لا انت اول مره واحد يحضني. يعني انت مشهور اليوم يا حبيبي. صاروا 102 صار 1 2 3 4 5 مش لالي كلهم. هذول لكل واحد سوى اشتراك. وصل صديقنا وحبيبنا محمد عدنان. الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، اللهم أمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقة تعجز الكلمات عن وصف المشاعر التي أمر فيها حاليا. عدت لكم بعد ما شفت الفعاليات خلصنا، فالحين راح جتكم الفقرة المنتظرة. راح أسأل محمد عدنان ايش سر الثعلب وايش ناكل ونرجع لكم. اتوقع انه راح يقول لي لوسي وبس. والله هلا والله يا حبيبي، اهلا وسهلا. نورت اخر مره شفتك بنفس المكان عمان وعطتك حضن. صراحه حضن كان حلو. ايش الثعلب ذا حضان؟ طيب ما شاء الله. هذه المره جيناك ملعب مقعد. نعم. طيب قول لي ليش فتحت المطعم؟ اول شيء اهلا وسهلا فيك يا هلا والله. تشرف المطعم ونور فيك يا حبيبي. وحقيقه يعني انا بقول دائما ليش فتحت مطعم، لانه الانسان لازم يطلب الرزق دائما ما شاء الله. انه احنا بقول في عالم السوشيال ميديا، وهذه نصيحه بسيطه دائما لاخواني من صناع المحتوى، انت حاليا قد تكون عندك شيء من النجوميه صحيح، وعندك ارقام متابعين وناس بتحبك وبتتابعك. هذا الوقت لابد ان تستثمر وتعمل بزنس خاص لك. يعني ما بصير تنتهي وتخلص مسيرتك النجاح او السوشيال ميديا وتطلع منها كما بدات، لا، لازم تكون قد صنعت لك شيء يكون على ارض الواقع موجود، بزنس يدور عليك شيء من المال. فهي كانت فكرة اني اعمل بزنس، وبزنس المطاعم هو احد انواع البزنس اللي لجأت لها، بس في عندي انواع بزنس اخرى حقيقة. يعني في اشياء جايدة الحمد لله. قولي ما شاء الله. يا شيخ دخلت في اكثر من مشروع يعني ما شاء الله. بس دائما شرط اي بزنس في الدنيا، لان انا شخص مش متبرع، انا مش تخصصي بزنس صح، في النهاية بالمية انا اضع يدي مع ناس شركاء لي تتوفر فيهم شرطين اثنين. الشرط الاول الامانة والثقة والسمعة الطيبة، طبعا لازم يكون هذا رقم واحد. الامر الثاني ان يكون قوي بالادارة، لانه في النهايه انا ما راح ادير صح. انا بعيد، انا في عالم، انا في هناك بفهم في صناعه المحتوى. اذا كيف يكون عندي قوه بالاداره ان اكون قد شات له مشاريع على ارض الواقع نجح فيها. اوكي، يعني انت جبت واحد اوريدي عنده مشروع، اوريدي عنده مشاريع وانا شايف نجاحه في نفس الوقت، سمعه طيبه وثقه. هذا هو الامر اللي انا عليه اعول لما افتح اي بزنس. فانا فتحت بزنس المطاعم في الاردن. ليش الاردن؟ الاردن بالنسبه لي واحده من اقوى القواعد الجماهيريه في الوطن العربي، مع السعوديه، الاردن، العراق كذلك. بصراحه هذه الحقيقه، فعندنا جمهور كبير في الاردن، ودخلنا بكونسبت صعب، تحدي فيه كبير، هو كونسبت البرجر. بس ان شاء الله انه احنا يعني قادرين ان ندخل هذا التحدي. 6 شهور الشاب بيعملوا تيستينج، بيغيروا في الاطعمه وبغير لجنا لموضوع الماركتينج بشكل كبير. التيم اللي عملناه للمطعم اشتغلنا كثير على الديزاين، اشتغلنا على امور مهمه جدا. وايلي، من وين جاء اسم الوايلي تسالتني؟ وايلي هي الصفه التي تعطى للانسان او للثعلب الذكي المكار الشاطر. فاحنا وكانه الشيف عندنا مكار ذكي شاطر، استطاع ان ياتي باقوى وصفه للبرجر. اوكي، فاحنا بنقدم البرجر باذكى وصفه على الاطلاق. طيب يعني الحين ابغى افهم. نعم. كل كلام اللي راح اجرب احلى برجر بحياتي ان شاء الله ان يكون ذلك. يعني طبعا الاذواق لا تناقش صح، يمكن يعجبك يمكن ما يعجبك صح، بس بصفه عامه الناس اللي خلناهم يجربوا كذلك اثنوا عليه ايما ثناء. ولكن ممكن مثلا الناس كثير بتحب مثلا برجر اللحم صح، انا شخصيا ما بحب برجر اللحم، بحب برجر الدجاج. اوكي، الناس بقول لك لا برجر الدجاج مش ولا بد مثلا صح. في ناس صح. في ناس صح. فهي اذواق من هاي، بس انا حابب انك تجرب. انا حابب ايش تبغاني اجرب؟ ايش تبغاني اجرب؟ جرب البان اللي عندنا اللي هو الوايلز بان، جربه وايلز بان، لانه الناس اثنت عليه كثيرا. اوكي، انت بتحب بطنك؟ بحب بطنك وشاطر في التذوق. انا لعيب. جرب الوايلز بان وانا راح اعطيك حاجه دجاج من طرفي انا من عيني. والله استمتع. يلا عادي لو اعدل عليه اقول لك ناقصه كذا ناقصه كذا. انا ابو التعديلات، انا ابو الكستمايزيشن. طيب اسمع اسمع، لو جبت لك شيء ما حد قد سواه وقلت لك جربه، واذا عجبك بتنزله في المنيو؟ ليش لا؟
بنجرب والله السلسلة الإدارية وأنا عندي ناس إداريين أقوى مني مليون مرة بس مش غلط خلينا نشوف يعني نقول إذا هذا المقطع وصل لايك واحد نقول المقطع الجاي إنه راح أجيب لك أجيك قطر وراح أسوي أكل وخليك تجرب وإذا عجبك راح تنزل عندك حبيت موافق موافق اتفقنا دل ديل بعدين فكرة إنه أن يكون اللوجو شعار حيوان مش كثير منتشر هذا حلو هذا حلو منك خلينا لونه برتقالي على فكره انا بحب اللون البرتقالي اوكي هذا هذا جزء هذا جزء من الشيء انا بحبه اللون البرتقالي يعني هي هي الفكره جاءت من هون انه نصنع خلطه سريه سحريه ذكيه شاطره انت قاعد تسوي اعمال خيريه ومسوي اشياء خرافه ان شاء الله يا رب انا الحين باذن الله اذا وصلت 100,000 راح احلق شعري على الكامل واتبرع فيه مرض السرطان يا فلان يعني ليش شكله يعني متبرع شعري لمرض السرطان الناس كلها تو كلها مش اصلع هذه يعني شوف هي شيء سلبي لي باجاب الناس الله يجزيك الخير خطوه عزيزه خطوه عزيزه نعم نعم ادعموه يا اخوان ادعموه اشتركوا في القناه شوفوا اكثر من ذلك الزلم حيتبرع ان شاء الله لمركز السرطان اوريدي انا تبرعت فيه مع بوفلا وتبرعت بنص مليون نص مليون ريال ففي اشياء خرافيه جايه واسمع ابغى افتح بزنس ايش تعطيني نصيحه يعني هي النصيحة يمكن اللي تكلمنا فيها هي دائما في أي بزنس طع يدك بيد الشريك الناجح الشاطر اللي أنت شايف نجاحه على أرض الواقع واللي الناس تشهد له بالأمانة والثقة بس يا إخوان ثواني محمد أي سبانيش لاتيه لذيذ وهذا موهيتو رمان هذا موهيتو رمان؟ نعم لا لا احنا مبدعين في موضوع العصائر بالله ايش السيجنتر حقك لا 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 احنا مبدعين في العصائر هاي موهيتو باشن فروت يا ساتر هاي موهيتو ايش اسمه يلا كله زاكي تسالنيش اكيد اكيد كله زاكي كله زاكي زاكي يا اخوان يعني لذيذ يعني بسم الله خلينا نذوق انت استنى يلا مصاصه يا اخوان انا حطيت لك مصاصه ها يا يا شو تسموها في السعوديه مصاصه مصاصه ايوه تبغى افتح لك شيء ايش تبغى ها طالع ها تبغى اشربك كمان يلا بسم الله دايم محمد بس امدح مطعمي ولا شو بصير ولا ما بصير اكيد والله خرافي يعطيك العافيه الله يعافيك شكرا محمد شكرا لك خطوه عزيزه شكرا على حضورك بارك الله فيك زي ما تشوفوا هذا الطلبين اللي قال لي عنهم محمد خلينا نجرب اول شيء البرجر ونقول بسم الله طبعا البرجر يجيك دبل برجر مع تشيز وصوصهم ف شوف كيف واضح انه خرافي يتسوي كذا نقول بسم الله اوه والله رهيب هي والله رهيب اللحمه اللحمه رهيبه اوكي اللحمه خلصت الصراحه اللحمه مره رهيبه طعم اللحمه والصوصات اعطيه 8/10 خلينا نجرب الدجاج شوف من افضل محمد عدنان ابدعت بهذه خلينا نشوف هذه بسم الله شوف كيف والله حلوه صراحة اللحم عندي يفوز الدجاج يفوز بس احس طعم اللحم كذا جوزي فيعطيك نكهة رهيبة مع انه اسمه بيسك دبل لحم جبنة صوص بس والله خرافي بس والله كان معكم ريان جديد شوف مقطع جديد السلام عليكم يوتيوب ينصحك تتابع هذه المقاطع اللي طالعة لك بالشاشة لانها راح تعجبك